السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. المرة هاي أو المرة الماضية كنا نتكلم عن الريب Routing Protocol أو Routing Information Protocol. طبعا شيء غريب إنه يعني بحاجة لتفعيل وبحاجة ل يعني نوع من السياسة، إنك يعني بدك تحط نوع من الكونفيجريشن لزيادة الإعدادات لزيادة لحتى ما يعمل. طبعا أنا كنت بدي أعقد الشبكة شوي، بعدين يعني ألغيت يعني الموضوع هذا، بس إنه راح نعمل ريب، يعني بس راح يكون شغلنا هون، راح يكون عندنا شبكة مثل هيك وهاي كلياتها ريب بروتوكول. يعني راح نعمل ريب، بعدين راح نعمل او اس بي اف، وبعدين يعني يعني راح بس يعني ريب، بس راح نشوف اشياء متقدمه بالريب. يعني مثلا احنا بنعرف انه الريب مثلا له داخل الادمنستريتيف ديستانس او بريفرنس داخل الراوتر، انه نختار الراوتنج ونحطها بالراوتنج تيبل، الراوت ونحطها بالراوتنج تيبل بناء على ارقام معينه. لكن انا ممكن ازيد هاي، يعني مثلا ممكن اخلي الراوتر يفضل الريب على الاو اس بي اف او على البي جي بي، وممكن يعني العكس، مثلا كيف اعدل اشياء خاصة. طيب طريقة ثانية علشان نعمل ريب كونفيجريشن، اول شيء انا عندي فول كونكتيفيتي، كنت قاعد بعمل يعني شوية نات واشياء مثل كونفيجريشن قبل ما ابدا معاكو، بس انا عملت كونفيجريشن للانترفيس، وهي انا بقدر اعمل بينج ل ار2 كمان لو حكيت له ران بينج 192.168 من 2 ل 3 و 2، يعني انا عندي فول كونكتيفيتي عبر الشبكه. راح ادخل هون واحكي له سيت Routing options rib routing set routing options rib set protocols set protocols rib. بعدين اللي راح اعمله اني يعني راح ادخل على الريب كونفيجريشن سيت بروتوكولز ريب جروب. الان بدنا نتكلم عن الجروب اللي هو مثلا ايش، مثلا يعني النيبر، مثلا نيبر راوتر مثلا، بعدين سيت نيبر راوتر مثلا اكسبورت، خلينا نعمل اكسبورت مثلا. الان يعني بالوضع الطبيعي ما بيتم، يعني احنا بنعرف انه الجونوس كاوبريتنج سيستم كراوترات المفروض تكون في منتصف الشبكه، يعني في الكور، في الكور تبع الشبكه، فما بتقوم بعمليه يعني ال ما بتقوم بعملية اللي هي يعني ما بتعمل اكسبورت، ما بتصدر هاي الريب راوتس للراوترات الاخرى، لان يعني المفروض تكون يا اما بتعمل على الاو اس بي اف يا اما بتكون بتعمل على البي جي بي. الان اللي بدنا نعمله انه اكسبورت مثلا هاي كونكتد، طبعا بتقدر انت تحط مثل هيك كونكتد connected ومثلا transient مثلا اذا بدك هيك مثلا، او احنا بنحكي له export con، بعدين بدي احكي له انه neighbor وين بده يكون neighbor. طبعا احنا بنعرف انه عند الاي ام
زي ما احنا شايفين قلنا اي ام 0، فاي ام 0. بعدين بدي احكي له الان بدي اعمل ديفايننج للبوليسي اللي هي سيت بوليسي اوبشنز بوليسي ستيتمنت. مثلا خلينا نحكي هاي مثلا ريب فروم بروتوكول from protocol direct. بعدين بدي احكي له then accept. هاي بالنسبة لأول راوتر. كان ننتقل للراوتر الآخر، طبعا كل هذا بدك تحكي له commit. بكون referenced but not defined. احنا اخطأنا هون. انا يعني اخطأت، مفروض انه هاي مش رب، هاي كون بروتوكول دايركت. تمام، شو بس خلنا نلقي نظرة عليها. طيب تمام، بس على السريع خلي احكي له set policy options. خلينا policy statement يعني مباشرة، خلينا نحكي يعني عن ال con from protocol protocol direct. Then accept. بعدين set protocols rep group. ايش انا اقول جروب خاص هاي الرب. وبعدين نحكي له export con اللي احنا حطيناه بالمرة الماضية. بعدين نحكي له مين النيبرز تبعونا، نيبر ام 0 ونيبر ام 1. بعدين كومنت يعني موجودين متصلين في ام 0 وام 1. set policy options policy statement اللي هي con connected يعني from protocol direct then accept. بعدين بدي احكي له set protocols rep group rep. طبعا export طبعا المفروض انه يكون يعني المفروض انه يكون المصطلحات تبعتنا يعني اكثر تعبير. ليش؟ لانه هذا بيريحنا موضوع ال configuration. commit. خلينا نلقي نظرة الان على ال routing. run show route. فانا شايف هون انه في عندي rep وال 100. طيب وهنا run show route. طيب rep 100 rep هون، او انت بتقدر تحكي له show route rep اريح لك.
ريزولف المفروض اي كيو ار ريب، لا بروتوكول لازم نحكيه بروتوكول ريب. احنا شايفين هنا في عندي اللي هي 101 اللي هي بتربط ما بين 192 تمام. يعني انا بس طبعا هاي الشبكة اللي متصلة فيهم، لكن هون run show route rip protocol rip شوف عندي الشبكة 1.2، لكن هون ما في عندي ليش؟ لانه R2 متصل بالشبكتين اللي هي الشبكة اللي هون والشبكة اللي هون، فما يعني ما في عنده ريب راوتس اصلا. هاي الريب احنا ممكن نلغيها بحيث اني اعمل دي اكتيفيت للانترفيس اي ام 7 كوميت، فبلغي هاي الراوت اللي هون موجود اللي هي هاي ليش دايركت، فمعناته راح تنزل. الان بدنا يعني نشتغل شوية بموضوع الريب، بعدين ننتقل ان شاء الله للاو اس بي اف، بس بدنا ندخل على الريب. بدنا نعمل كونفيجريشن هون بحيث اني يعني هاي عندي الريب، عندي طبعا then accept. الان انا بدي اعمل شوية تغييرات، يعني مثلا احنا شايفين هون انه الريب عندي هون في عندي الريب 100 مثلا، ليش ما احكي له preference ليش delete policy statement rep؟ احنا الغيناها هاي. طيب نيبر هون موجود انه صحيح export كذا. طيب هون نشوف شو اللي موجود عندنا preference، خلينا نشوف البريفرنس. بتقدر طبعا تحط البريفرنس اللي بدك اياه، خلينا نحط البريفرنس 80، وبدنا كمان نغير نحكي له المتريك ان، مش المتريك ان هون، لو القيت نظرة هون معي على الريب موجود عندك المتريك 2، ليش؟ لاني انا لحتى ما اوصل ل 2 3 اول شيء بدي اروح لراوتر 2، بعدين بوصل لل النتورك اللي بدي اياها. طبعا المتصل هون الغريب، المتصل بالراوتر، يعني لو هون القينا نظره المتصل فيه المتريك تبعه 1 او لا متريك 2. طيب يبدو اني انا مش مصحصح. طيب كمان مثلا بقدر احكي له متريك ان مثلا، يعني لما تدخل عندي الراوت كيف اعدل عليها، او هنا مثلا كيف اطلع الراوت مثلا متريك اوت، بقدر احكي له مثلا طلع لي اياها 6. فالمفروض هون لما تيجي عند R3 هاي الشبكة مش هي المتريك تبعها 2، لازم تصير شو 2 وفي عندك كمان 1 يعني 7، وبدي احكي له متريك ان لما تفوت عندي الراوت خلي لي اياها 7 او 8 متريك ان مش اوت مثلا. متريك ان متريك ان هنا لازم نحدد الانترفيس، يعني بدي احكي له نيبر اي ام 0 اللي هو باتجاه هاي، بعدين بدي احكي له متريك ان متريك ان 8
وبدي اجي احكي له كمان نفس الشيء المتريك اوت متريك او ام متريك ان او متريك او متريك اوت راح تكون بالنسبه للجميع، لكن متريك ان بالنسبه ل يعني شخص محدد. طيب كمان خلينا نعمل authentication type auth no valid group. طيب خلينا نيجي هون نحكي له authentication type authentication طبعا type MD5. طبعا انتم شايفين هنا في عندي MD5 في عندي ولا شيء، راح اخذ MD5 واحكي له انتر، بعدين اخذ ارجع له احكي له الكي طبعا هو جونيفر بتوقع هيك يعني كل الكونفيجريشن اللي ممكن تخطر ببالكو بالنسبة للرب. فآخر شيء بنحكي له كومنت شوف. طيب الآن خلينا نعمل run clear protocols خرب statistics ونعمل statistics كمان بالمرة. طيب نيجي هون نعمل configuration على السريع ل neighbor type، يعني معناته عندي الريب بدي ابدأ فيهم واحدة واحدة. احكي له preference حكينا 80 او انتو مثلا بتقدر تقولوا 75. طبعا هون مش منيح انك تلعب فيها، بس انا بحكي لك انه ممكن تفضل الريب راوتس على الاشياء الثانية كمان. خلينا نعمل هون مثلا نيبر مثلا بالنسبة للنيبر اللي هو موجود عندي على اي ام اي ام زيرو مثلا بدي اعمل كونفيجريشن معينة بقدر كيلو متريك متريك ان هو هون احنا حكينا شو لو حكينا له شو انت بتشوف هون انه في عندك متريك اوت 6 بقدر ارجع ال يعني ارجع للصفر يعني عشان قاعد بلعب بالراوتس هون فانا بدي ارجعها فبقدر احكي له متريك ان من هذا النيبر خلينا نحكي 1 او 2 بصير 1 بصير 2 خلينا ناخذها 1 تمام. وبدي كمان اجي هون احكي له انت لما تعلنها بالنسبة للنيبر 1 فاحكي له انه المتريك متريك ان ولا لا خلص انا مستقبل يعني انتو وصلت المعلومة اتوقع يعني مش موضوع كثير معقد لكن بضل عندك طبعا بدك تعمل authentication type md5 authentication key اللي هي جونيبر. طبعا اذا جونيبر هاي الكلمة مش صحيحة زي ما هي هون طبعا هون صارت شو secret data لكن هي موجودة اصلا لنا هون يعني احنا كتبناها هون هاي جونيبر جونيبر نفس الشيء. المفروض الان يصير عندي show route rep ما في could not resolve name احنا protocol rep. طيب الان انا عملت كومنت ما عملت كومنت. طيب هاي كومنت اوكي
بما ان عملت كوميت المفروض الان يصير عندي يعني يصير عندي راوت. فاحنا شايفين هون صار في عندي راوت الان. لا الى الان ما في نفس الخطأ تبع المرة الماضية. طيب ليش؟ لانه انا بحكي له ريب وهو موصول على الجهتين كل كونكتد لكل الشبكات فما بطلع الريب. الان هون بدي اجي اشوف لو حكيت له شو اي بي راوت او اي بي راوت. طبعا الان راح يختفوا هذول من عندي. ليش؟ لانه انا طلبت منه يعمل اوثنتيكيشن فباي الحالة راح يختفوا. اللي يعني لو حكيت له شو اي بي راوت 192.168.120.24 انتو شايفين هون لا مش هون. خلينا ناخذ ديتيل. طيب هوب كاونت سيلكتد 100. طبعا هون شايفين انه الهاي. وكمان تنساش انه المتريك كمان تغير بالان كمان. يعني احنا غيرنا المتريك وغيرنا الهاي لكن هون احنا رجعنا زبطنا الامور بطريقة ملتوية. لكن هذا مش راح يأثر عليه لانه يعني هو يعني اصلا متصل على كل الشبكات يعني يعني ما تغير شيء بالنسبة له. لكن انا الان بدي احكي له شو اي بي راوت لسه ما اختفت. طيب مش مشكلة حتى لو ما اختفت. فانا بدي يعني نعمل كونفيجريشن وننهي الموضوع. بيبقى عندي هون احكي له مثلا بريفرنس 85. كمان بدي احكي له انه الريب نيبر مثلا هو اي ام 1 متريك ان. اعتبر المتريك ان له 5. كمان بدنا نعمل الاوثنتيكيشن. authentication type MD5 authentication key Juniper. وببقى عندي هون اعمل له commit عشان تاخذ اجراءات مكانها. هاي يعني كل شيء بموضوع الريب بشكل كامل. يعني انت شايف هنا غيرنا الماتريكس غيرنا المتريك غيرنا البريفرنس او الادمنستريتف ديستانس اذا بتشتغل على راوترات سيسكو. كمان هنا لكن هنا بعدنا ما شفنا اصلا الراوت. طبعا هي بتاخذ وقت الراوت لكن ممكن نلقي نظره عليها. هون هاي شايف عندي صار 85 الماتريكس 6 عندي هون بس. هاي اللي عملناها هاي التعديلات اللي عملناها. لكن انت بتشوف انه تعرفوا على بعض. يعني ما فقدنا الاتصال ما فقدنا النيبرز تبعونا. شكل استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.